قال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقات مع تركيا مشيرا إلى تطور العلاقات التجارية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان بيدان قال شكري أنه تم الاتفاق على وضع إطار قانوني والتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين إنعكاسا للعمل المشترك العلاقات الثنائية فال هدف الذي نسعى اليه هو بان نرتقي بهذه العلاقات سياسيا اقتصاديا ثقافيا امنيا بشكل الذي يصب فيه المصلحه المشتركه لكل من البلدين وان يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الاقليمي، ويكون له اسهامه في مزيد من الامن والاستقرار. نحن سعداء بما شاهدناه من تطور في العلاقه التجاريه في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعندما تفضل فخامه الرئيس اردوغان بزياره القاهره ولقائه مع السيد الرئيس كان من ضمن الاهداف التي اتفق عليها. هو الطموح بان تزداد هذه العلاقه التجاريه بحيث يصبح التبادل التجاري فيما بيننا الى 15 مليار وما يتجاوز ذلك والامكانيات متاحه في البلدين